السلام عليكم، اسم محمد الحير من جامعة الفرايطاق من فرع السلامة الطبية. نتحدث لكم اليوم على تقنية الفار اللي درجة المستوى العالمي. التقنية جزء لا يتجزأ من الاختراع ديالي اللي هو شامل وكامل لدقة بنسبة عالية للتحكيم في كرة القدم. كنتفاجأ بأن الفار أصلا جزء لا يتجزأ من الاختراع ديالي اللي هو بنسبة عالية من الكفاءة وبنسبة عالية من الدقة وأكبر بكثير من الفار. ولو أنه تحط كما هو لا كان صف الفرق وكان خلى الفرق كان اللي تقصى بسبب لأنه هو سلسلة حلقات من البروجي. وكما كتعرفوا الحين شي حلقة من حد البروجي ما يمكنش يكون هذاك البروجي ناجح 100%. وبالتالي انا شاركت بهذا البروجي، فكرت فيه في 2006. في 2006 وانا كنفكر فيه خدمت عليه من 2006 حتى 2012. شاركت فيه في كومبيتيسيون ديال ار دي ماروك اللي ديال 8ème ايديسيون. من قبل شاركت في 7ème ايديسيون وربحت، جيت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في المغرب كامل. كانوا بزاف ديال المشاركين معنا حتى اللي في المرتبة الأولى، ولهذا عيطوا عليا باش نشارك معاهم في المسابقة اللي من بعدها اللي هي 8ème إيديسيون حتى اللي فيها مرتبة. وكما كتشوفوا معنا خديت فيه جائزة واعتراف وطني من إردي ماروك. وهذه المسابقة راه فيها الناس كيديروا بحث، فيها بزاف ديال لي جوري اللي كيعطيونا هذه الشهادة اللي هي دليل إثبات. كذلك بقى عندي نسخة كتب الأصل اللي من الغرس ديال المشاركة ديالي في الكومبيتيسيون. وقبل ما يتوجوا أي شخص في أرض ماروك كيديروا بحث دولي على الاختراع واش كاين ولا ما كاينش. شاركت في 2012، ربحت في 2013 وتسويش عندهم وربحت بجائزة ودرت معهم دورة في المغرب ومن ثماكي صراحة من بعد شاركت في مهرجان دولي وحتى اللي المرتبة الأولى وماشي بهذا الاختراعات أخرى، ولكن حبست لان الظروف اللي ما قدرتش نقيد براءة الاختراع، لان الظروف الماديه ما كتساعديش باش نقيد براءة الاختراع. الناس ما كتعرفوا انا من الباديه والوليد ميت يتيم الاب، كنصير على عائله متكونين انا والاعمام ديالي باش كنصير على العائله اللي كتكون من ثلاثه الافراد اخرين. ما قدرتش نشد التكلفة ديال نخلص التكلفة ديال براءة الاختراع. كما كتعرفوا دوليا كتكلف فلوس، لان ما كاينش غير الخلاص ديال البراءة الا ما كاين حتى لي ماكير، حتى باش تصاوب بحال البروتوتيب اللي هو متكامل وملف متقون باش ما يركبش شي واحد على براءة الاختراع ديالك ويغير فيها دي شوز ويخرج براءة الاختراع اللي مشابهة لها وبحال كيما وقع دابا في الفار. انا كنتمنى من المشاهير الحوايج هما اللي خلاوني انا نفكر في الهجرة لاوروبا، اللي خلاتني نغامر بحياتي وبعد عذاب اليم رجعنا للمغرب. تكلفت بزاف صراحة باش نمشي لضفر اخرى باش نبين هادشي اللي عندي، لان تما كيثيقوا بالمواهب وكيعرفوا شنو كدير كيتصنطوا لي. انا كما كتشوفوا الشهادة ديالي مكمشة غير بالنشية على المسؤولية، ما خليت حتى شي جهة. مشيت للجماعة ديالي درت لهم شي، ما مشيت للعمالة دفعت لها واحد 16000 باش كيقولوا لي واحد يقول لكم واحد 7 طلبات غير باش نتلاقى مع العامل. مع عمرني تحية خلاو لي فرصة انني نتلاقى مع العامل. عندي نسخة انا تبقى اصل المشاركة ديالي في كومبيتيسيون، جزء منها كوبي كولي فار. ثم هو فار طلعت على البروجي ديال فار.
يعني الفهرة طالع عليه المغرب كامل، يعني العالم كامل ماشي غير المغرب. يعني هذا واضح، هذا الشيء احنا شوف احنا كمخترعين، اي مخترع ام فوا تلمح ليه يفهم، ما يحتاجكش تقصر عليه. علاش انا ما بنخرجش بمعطيات كتضمن الاختراع ديالي؟ لان الاختراع ديالي اكبر بكثير من الفرق، فهمت؟ لانه كيشمل تحكيم 100% في كرة القدم بدون اخطاء بنسبة عالية من الكفاءة، فهمت؟ كنتمنى من المسؤولين يلتفتوا ليا ويشدوا بيدي وما يخليوناش نبيعوا، لان عندنا بروجيات، ما عنديش هذا الاختراع، عندي بزاف اختراعات. انا ما يمكنش ليا مجموعه من كما كتشوفوا راه كاين سينيسور ديال الرئيس ديال ليجيري، كانوا بزاف ديال ليجيري من بزاف ديال الدول، ما يمكنش يشدوا ليا بواحد الشهاده اللي عندي بزاف ديال الشواهد، ماشي غير هذه، حتى هذه، حتى بزاف ديال الشواهد كما كتشوفوا، ما يمكنش يشدوا ليا بها غير هكا، الا وانه عندي في عقلي وعندي في دماغي شي حاجه اللي في المستوى وممكن تشرف المغرب على الصعيد الدولي.